خطر على صحتك النفسيه. ايه ده؟ طلع اللي معاك. حاضر 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 حاضر. تخلص شاي وسكر. ايه ده؟ هي المطوه صح؟ لا دي مش مطوه، دي سهره ثابت ولا واحد. خلص يلا خلص يلا. طلع اللي معاك التليفون ده. طب ثانيه التليفون ده طلع اللي معاك. في اللي معاك ثانيه شوف دول كام كده. طلع خلص دول 800 جنيه على فكره. طلع اللي معاك في حاجه ثانيه ثانيه كده. طلع بص دي الفيزا. ها الباسورد بتاعها 1911. ده عيد ميلاد على فكره. عيد ميلادي قرب قوي على فكره. دي تقريبا فيها حوالي 3000 جنيه. بص في اي تي ام على اخر الشارع ده ممكن تبص فيها، بس انا عايز الورقه اللي هي فيها اللي بتعرفني التفاصيل الرصيد. انا حطيت ايدي في جيب الورقه زميلي ما لقيتهاش. ما انا عارف مكانها بشيلها عشان لو حد عايز يسرقها ولا حاجه يعني. اتفضل. خلصان. معاك حاجه تاني؟ لا موبايل بس لحظه. موبايل ايه؟ هبقى هقول لك على حاجه بس تفيدك هتفيدك. بص الباسورد 1911 برده ما بحبش اخبي حاجه على حد. فانت ايه بقى هتلاقي في الملاحظات دي اللي هي النوتس دي هتلاقي الاي كلاود، عشان انا عارف الاي كلاود ده هيتعبك وهيبقى مقفول بقى اي كلاود وكده تبيعه اغلى. مش تبحث عن المال؟ لا ده المال. حسان حسان بص دي ست يلا الساعه دي. طب انا هديها لك. هديها لك ده انا عايز البسها لك كمان. اوعى المطوه دي بقى. شوف بقى شوف بقى عليك بقى ايه تبقى حكايه. رايقه رايقه حكايه دي على تيشرتها بدها تبقى جامده. دي اوميجا دي اوريجينال. حبيبي عدف بقى ماشي. اول ما تروح انا هطمن بس. عدف حاضر. بس ما تنساش بقى وانت بتصرف الفلوس الكتير اللي انت خدتها دي انت اخترت الطريق ده وانك تتحمى ورا المطوه دي وانك من غيرها تموت من الجوع. ايه ده؟ في ايه؟ مين ده غلع اللي من غيرها ولا حاجه؟ امسك كلامك بدل ما يقع منك. يالا انا غفيله بعشيره ببلدك. يا حضرتك انا ما قلتش انك ولا حاجه. انا موثق في قدرات حضرتك. انا بقول لك انك من غيرها تموت من الجوع. مش دي مصدر رزقك؟ مين ده يا غلع انت اللي يموت من الجوع؟ انت مجنون يا ابني انت ولا ايه؟ انا ابن ناس على فكره وابا صرف عليا بس الدنيا اللي جت على الواحد. ما هي دي النقطه ان قيمه الانسان في التاثير. يعني حضرتك افتكرت والد حضرتك لانه راجل مؤثر تمام، لكن انت اما تموت مين هيفتكرك ويقول كان كويس او اي حاجه؟ ما حدش لانك مش مؤثر. عارف انت بتقول لي مين كده يا ابني انت؟ ولا انت عبيط ولا هور لك دماغك ولا عايز ايه؟ عارف حضرتك انسان بلا قيمه بلا فائده اختار انه يطلع يقلب الناس بالعافيه وياخد منهم فلوسهم عشان مش قادر يشتغل ومش قادر يعمل اي حاجه صح في حياته. انسان عايش على قفل اللي حواليه. انسان عاله. عليت ايه يا عم انت؟ انا مش عاله يا عم. انا بقيت برجع الفلوس اللي عليا على فكره. انا بس اتزنقت. وبعدين بقول لك يا زميلي ما تقلب بقى عشان بدات تاخد اكتر من وقتك الا ورحمه ابويا هعورك. الله يرحمه الله يرحمه. وتفتكر والدك لو كان عايش بقى كان هيرضى على اللي انت فيه ده؟ شايف كميه الفشل اللي انت فيها دي؟ انا مش فاشل يا عم انت. ما تقولش كده. مش انا اللي بقول كده، بابا الله يرحمه اللي قال عليك كده. انت نسيت؟ قال لك انك فاشل مش بتعمل اي حاجه صح. الله يرحمه تعبته قوي في اخر ايامه. امسك يا عم حاجتك يا عم واتكل على الله. اتكل على الله يا عم. تجيش هنا تاني يا عم. شوف انت رايح فين يا عم. الساعه بس الساعه. اتكل على الله يا عم. ساعه ده زعل. تزعلت ايه ذنبها؟ ايه مامتك يعني موتها كمان بالحسرة عليك زي باباك الله يرحمه؟ ذنبها ايه الست اللي عامله 100 جمعيه دي وانت ولا في دماغك وعمال تصرف على اخواتك وتصرف عليك وانت زي الشحط كده؟ يور ستوبيد. انا اسف بابا والله العظيم بقيت اساعد امي والله العظيم. ايه ده؟ ايه ده؟ بايظه؟ بتثبتني بايظه؟ سامحني بابا والله العظيم بقيت اساعد امي والله. ساعتي دي؟ ابويا جايبها لي دي. انا مش يتيم زيك، ابويا عايش. مش فاشل والله العظيم يابا. يابا سامحني يابا.